السلام عليكم ورحمة الله. بعد تهاطل الأمطار الغزيرة على الجنوب الجزائري، فيضان الأودية وفيضان هذا الواد من تيمياوين في الأيام السابقة. الأمطار تساقطت على تمن راست وبرج باجي مختار، تيمياوين وتينزا وتين، وشكلت هذه المناظر الجميلة إخضرار بعض المناطق الجنوبية من نواحي تمن راست وكذلك برج باجي مختار. هذه المراعي موجودة في تيمياوين في أقصى الجنوب الجزائري. ما زالت الأمطار في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون غزيرة وستكون بكميات كبيرة بإذن الله. طبعا يعني في الأسابيع الماضية يعني اجتاحت السيول حتى عدد من الشوارع في تيمياوين وتين زواتين. الحمد لله.